بدأ القصة في سافنا أفريقيا، حيث يعيش تيمون وبومبا معا ويستمتعان بحياتهما الحرة بعيدا عن مخاطر العالم الخارجي. يتبنى تيمون بومبا فلسفة هاكونا ماتاتا، والتي تعني لا توجد هموم، حيث يعيشان بلا قلق وبدون اتخاذ أي مسؤوليات. في أحد الأيام يلتقي تيمون وبومبا بشبل الأسد سيمبا الذي هرب من قلقاته العائلية بعد مقتل والده الملك موفاسا على يد عمه سكار. يقرر تيمون بومبا أن يستضيف سيمبا في صديقهم ويدعوانه للعيش معهم وفقا لفلسفة هاكونا ماتاتا. علم تيمون وبومبا سيمبا كيف يتمتع بالحياة ويمرون بأوقات مرحة سويا مثل تناول الحشرات واللعب في الغابة. مع مرور الوقت يبدأ سيمبا في تذكر ماضيه ومسؤولياته كملك، مما يسبب له بعض القلق وعدم الراحة. بعد أن التقى بسيدة مميزة تدعى نالا، والتي تعود لتخبره عن الوضع السيء في مملكته، يقرر سيمبا العودة لمواجهة سكار. على الرغم من خوفهم، يقرر تيمون وبومبا دعم سيمبا في العودة إلى مملكته ومواجهة عمه سكار. يحدث صراع كبير بين سيمبا وسكار، حيث يدعم تيمون وبومبا أصدقائهم في المعركة، مما يساعد في استعادة العدل في المملكة. يتمكن سيمبا بمساعدة أصدقائه تيمون وبومبا من هزيمة سكار واستعادة عرشه كملك، ويعود السلام إلى المملكة. باعتباره الملك الجديد، يتعلم سيمبا كيفية تحمل المسؤوليات الكبيرة المترتبة على حكم المملكة. يتشاور مع أصدقائه تيمون وبومبا ونالا ورفاقه من الحيوانات. تقام حفلة احتفالية كبيرة في المملكة، حيث تجمع كافة الحيوانات للاحتفال بعودة سيمبا كملك. يشارك تيمون وبومبا في الاحتفال ويستعرضان مهاراتهما في الرقص والمرح. تتطور صداقات جديدة بين سيمبا وفرق الحيوانات المختلفة، مما يعزز التعاون والتناغم بين جميع الكائنات في السافنا. يعرف تيمون بومبا بأنهما الصديقين الوفيين لسيمبا، ويصبح لهما دور أكبر في إدارة مملكة الحيوان. يتعلم الجميع من الدروس التي قدماها في الحياة واحترام القيم. يتمكن سيمبا من التعلم من ماضيه وأن المسؤولية ليست عبئاً، بل فرصة لترك أثر إيجابي. كما يبدأ جميع أصدقائه في فهم أهمية القيم الأسرية والتعاون في مواجهة التحديات. تستقر الحياة في المملكة، وتبدأ الحيوانات في العودة إلى مساراتها الطبيعية، مع احتفاظهم بذكريات المغامرات التي مروا بها. تظل فلسفة هاكونا ماتاتا حاضرة في حياتهم، ويدرك الجميع أن هناك دائماً وقت للمرح والاستمتاع حتى وسط المسؤوليات. تنتهي القصة بترسيخ صداقة تيمون وبومبا مع سيمبا ونجاحهم في مواجهة التحديات معاً، مما يبرز قوة الصداقة والعائلة في تحقيق السعادة والنجاح. تمر السنوات، ويبدأ سيمبا في تربية صغار الأسد، حيث ينقل إليهم الدروس المستفادة من تجاربه، مؤكداً على أهمية مواجهة التحديات بشجاعة واحتضان الحياة بلا هموم. استمرار المغامرات مع وجود تيمون وبومبا إلى جانبه، يستمر سيمبا في خوض مغامرات جديدة، مما يضيف لمسة من المرح والضحك إلى حياته.